مولاي اشفاني جفاهن الكرم والشوق لعجم بقلبي خياما مولاي لي عمل فاحنن علي تكرما واجلو صدى قلبي بصفو محبة يا خير من أعطى الجزاء وأنعم مدرسة صخور سليمان الحلبي معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين الصف الثالث الابتدائي بإشراف الأنسة وعد جناد. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا أسينات، شو هالحلاوة هاي؟ هاي بنتك؟ هاي بنتي. لك أبوس قلبك أنت. هاي بنتي. بس كم بنت عندك؟ بس تنتين كفيفات. تنتين؟ أيوة. أبوهن وينه؟ متوفي. أيوة. وأنا عم ربيهن. أنت شو بتشتغلي حالك؟ ولا شيء. لكمين بيطلع عليكم؟ أهل الخير. ناس لبعض الناس لبعض. شو اسمها بنتك الكبيرة؟ إسراء. إسراء كيفك؟ سلمى عمو. إسراء تعبانة؟ قدعة. قدعة. يعني كفيفة وتوحد. قدعة مرة ثانية. قدعة. أنا بجاوبك على كل أسئلة. طيب مسكية شوي. ها؟ أنا بجاوبك على كل أسئلتك. أنت بتجاوبين على كل أسئلتي؟ إيه. إذا أنت المتسابقة الآن معنا؟ إيه. طيب وانا جاهزة اسمع لك اي صورة بالقرآن بدك اياها. سمعيني من جزء عمه. سمعيني من جزء عمه. يلا لأشوف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما ادراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهد المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. إلهي يا إلهي. أبوس قلبك أنا. أبوسك العافية. ولك أبوس الكبد وأبوس هالضحكة. وزهير بيلون ومحمد الشام. اقرأي القرآن. لسا بكي صايمة؟ اللهم يا الله فق عبادك طائعين يا رب أبتنا وانصرنا على أعدائنا يا خير الناصرين. الله الله الله. أعطيني مليونين، كل وحدة مليون فورا. لا تخجل اليوم، لا تخجل لك أبوس. هاي ربحت سنات، ربحت مليون، وهي مليون لألا. الله يرزقك. أنت بنت عمون. أيوة. أيوة واحد وواحد. جوليا. أعطيني 300 لجوليا. جوليا. طيب. هاي بنته. هلا. بنته لا. إيه. هلا أعطيني قسائم اليوم. كم عدد الأشخاص بين بيت عمون و. نحن 12. بيت عمة 12. طيب. 12. فروجتين مشويات من بركات، أربع فروجات من عند بركات العظمية. الله يرزقك.
أربعة لك أبوس كبدك. أنت لسه ما خلص معك أنت يا أسينات، ما خلص معك. وهي كيلو أربع كيلوات على الشب البول. شو؟ لو كل يوم تسأل عنا أهلا. لك والله العظيم لو في وقت لأجيكي كل يوم، بس رجعالك لأنه بعد ما عرض الوجه الحلو والثقافة في كتير ناس رح يحبوكي ويبعتولك هدايا. أربع كيلوات على الشب البول، قسيمة مواد غذائية بقيمة 350 ألف ليرة سورية، هدول لبيتك، هاي لبيتك، هدوليك إفطار صائم للجميع، وهي سمنة قيطاز لألك. ماشي؟ أعطيني فروجتين مشويات. ليلة من شهر رمضان صفت الشياطين وبردت الجن وفتحت أبواب الرحمة ونادي مناد، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وابلع عتقان النار. ما شاء الله. اقرأ الدعاء. نعم والله رمضان. والله خلص الحكي. اسراء اقرأ الدعاء. والله خلص الحكي. اقرأ لك انشودة رمضان. هاتي اعطيني انشودة. هي انت ولا اختك اول شيء لعندك؟ انا يلا. اقبل قمرك بعد غياب، بالجنة فتحت ابواب، بهجة ربي صفى روحي، رحمة ربي دون حساب، اهلا اهلا يا رمضان، بقدومك تحلو الايام، باشر بالتوبة اسلام، اهلا اهلا يا رمضان. ولك يوم يوم ابوس الكبد. يلا اقرا الدعاء. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد ان بلغتنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم سلمنا برمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا، اللهم اجعله في شهرنا على ما يرضيك وحل بيننا وبين معاصيك، وأنجنا منك ورغب إليك، اللهم اجعله في شهرنا على ما يرضيك، واجعله من أدرك لذة القدر على أحسن إن يرضيك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اسمع أقوالي واستبن شكواي. أعطيني 500 ألف. هاي المليون ليرة 500 ب500، أتمنى ما أخذ وما إن شاء الله. هذا من مال الله لعباد الله. إن شاء الله. أنا أتمنى من حضرتك إنه نحن إن نتابع معهم إن شاء الله. وهذه الأموال هي مو أنا بدي منك شغلة قليلي. لما تجي على مدرسة الصخور سليمان الحلبي لأنه ما عندنا حدا داعم لنا. والله لأجي، والله لأجي. أعطيني بس سؤال أخير واحد واحد. اثنين. جوليا أعطيني 200 ألف، وإن شاء الله أنا رح أضل على تواصل مع حضرتك وربي يحمينك هالشمعتين فيهم قدرة بالأصحاء والأخوياء، واللي لا ما عندهم أي شيء ما بيقدموا 1% بالشيء اللي هالقدرات الموجودة عندهم. ربي يجزيك الخير. نعم دوحة عمو شادي. نعم. هلأ بتحسب أنت من القرآن براي هذا بتحط القلم عليه بينطق ايش؟ كثير انا بحاجته. ايش هو القرآن؟ قولي له عليه. قرآن البراي، لغة البراي. بتحط القلم عليه بيقرأ. هذا موجود عندنا بسوريا؟ موجود بس بده توصي من برا. خلص. فنان. وعد شرف. فنان. انا كثير بحاجته. لو انا هلا بدي اشوف اذا موجود بالامارات او موجود بأي. براي وقلم براي. شو بدك؟ لأنه اللوحات عندنا كثير مكسورين. والله 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 راح يحضر لك كل شيء بدك ان شاء الله.
ماشي خاطرك. يلا ربي يجعلك دائما. السلام عليكم. ايش شو هدول؟ انا اسف اعطاك هي، انا قلت له اعطيني 1,500,000، اعطيت 500 ونسيت ال 500 الثانيه، فهلا هن مليون بمليون وصار معك مليون، يعني 3 مليون. ماشي يلا نبعث تواصل. السلام عليكم. الاطرش صرخات عم يسمع، صار الاعمى دموعن يقشع، الاخرس قصتهن عم يحكي لما لعت بتباب الغدار. الاطرش صرخات عم يسمع، صار الاعمى دموعن يقشع، الاخرس قصتهن عم يحكي لما لعت بتباب الغدار. ايد بايد بوش العتمة نمسح دمع ونزرع بسمي، نقسم سوا ذات اللقمة، الناس لبعضها رح تبقى، نقسم سوا ذات اللقمة، الناس لبعضها رح تبقى. ايش اسمك؟ ها؟ عبد القادر. عبد القادر؟ ايه. شو قد عمرك؟ 12. ايش عم تشتغل؟ ايش هاي الصنعة؟ بشتغل هوني. والله بشتغل هوني، مبالي بشتغل هنيك. ايه هوني. ايش هون؟ ايش تشتغل؟ بركب دسك. ايش؟ دسك. يعني انت بتشتغل بدويليب هوني، بتبديل دويليب؟ شو؟ تورنجي. مصلحتك. ايش مصلحته؟ ميكانيكي قول له. ميكانيكي. ميكانيكي قول له. ما شاء الله عليك خيط من بينتك. ايش اسمك قلت لي؟ عبد القادر. عبد القادر كم اخنتو؟ نحن 7. 7؟ ايه. وين ساكن؟ بطعيني. وين؟ بطعيني، طريق الباب القديم. طريق الباب القديم بطعيني. انت اصغر واحد؟ لا، في اصغر من 2. ايوه. ابوك موجود؟ ايه. مش بيشتغل ابوك؟ بحمل غنمات. ايش؟ غنمات. بحمل غنمات؟ ايه. ايوه. قلت لي اسمك عبد القادر؟ ايه. واحد وواحد؟ 2. ليش رديت علينا؟ اعطيني اياه بالدور. وين وين؟ هي 300,000 لك. على رزقك. احط لك اياها هون بجيبك هون. جيب. هون احط لك اياها تكرم عينك، تؤمر امر. تؤمر امر. الله يرزقكم. هي 300,000. 2 و2. 2 و2. انت لانه ما بعرف. 4. 4. برافو عليك، اعطيني 200,000. صاروا 500,000. الله يرزقكم. الله يسلمك. انت ايش تقربوا؟ ما بعرف شيء. ايش تشتغلون؟ من كسيان. ايش اسمه؟ من كسيان. من كسيان هيك اسمه؟ انتين تشتغل من كسيان. ايش اسمه؟ ايش قلت لي؟ من كسيان. ايش؟ من كسيان. من كسيان. ايش اسمك؟ اسماعيل. اسماعيل وين ساكن؟ بالسكري. كم واحد انتو بالبيت؟ 3. 3؟ انت اصغرون اكبرون؟ اكبرون. صايم؟ ليه؟ انت الوحيد تشتغل بالبيت؟ انا واخوي. ايوه. ابوك موجود؟ ايه. امك؟ ايه. ابوك ايش بيشتغل؟ خضرجي. خضرجي؟ وين بسط؟ ما عنده بسطه. وزع؟ ايوه. اعطينا يا ابو النور. واحد وواحد؟ 2. سهله اسئلتي، ها بسيطه. هيك بنختم مع شددو 300. لك وين راح هذا؟ راح الله يرزقك. بعته وين كان؟ واحد وواحد كمان. كمان. لك هذا صوبن كني بدي بطل. كني اتبطل خلاص. هاي 500. لا ده راجب الكرتوني. انت ايش اسمك؟ مصطفى. مصطفى وين ساكن؟ بالمرجي. بالمرجي؟ شد عمرك؟ 18. ها؟ 18. انت ليش عم تطالع شعرك علينا؟ ما عم طالع شعرك. هو اشقر لحاله استاذ. ما عم طالع شعره علينا، اذا اشقر يعني شوف حالك علينا خيو. طيب انت ومين ساكن؟ وافشة مصطفى وهي. انا وابوي واهلي. شو قد عددكم؟ 4 بنات و3 صبيان. انت اكبرون؟ ايه. انت الوحيد اللي عم تشتغل؟ لا، في اخوي بيشتغل سواج. سواج اخوي. وابوك ايش بيشتغل؟ بيشتغل على السيارة. سوق لها. سوق لها؟ شو اسمك قلت لي؟ مصطفى. على راسي يا مصطفى. راسك طبعا. واحد وثلاثة أربعة. برافو عليك. فوراً 500. أبو النور تفضل سلم. أنت اسأل وخلاص جاوب. ما بعرف شو بحسك رايح تشبطني كف بالصوف إلا شوي. هاي 500,000. شو أعطيني فروشتين 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 من دوار الشعار. يلا
هاي فروشتين من عند بركات دوار الشعار بتاخدها اليوم معك على الفطور مسوك، وهاي فروشتين كمان بتاخدها معك على الفطور، وهاي فروشتين. يا رب. انت مين انت؟ انا سيف. ايش اسمك؟ سيف. سيف؟ سيف وين ساكن؟ بالبحوث بالمقبرة. بالبحوث بالمقبرة. انت ومين؟ انا وابوي وامي. انت وابوك وامك؟ وعيلتنا. وعيلتك كم واحد انتو؟ احنا 3 ولاد و4 بنات. احنا شقاد؟ 3 ولاد و4 بنات. 3 ولاد و4 بنات. وساكنين كلياتكم بالبيت؟ ايه. ها؟ ايه. انت قديش عمرك؟ 10. انت اصغر واحد؟ ايه. في اصغر منك؟ في اخواتي. اخواتك مين؟ في وحدة اسمها هاجو وريم. وحدة لا ارجع عيد. هاجو وريم. في وحدة اسمها هاجو. 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 هاجر. ايه. ايوه. وريم. وحدة اسمها ريم. وفاطمة. وفاطمة. ايه. وانت وش اسمك؟ سيف. سيف. واخوك ايش اسمه؟ محمد وموسى. محمد وموسى وسيف. ايه. ايوه. وانت بدك تريد تشترك معنا بالمسابقة؟ ايه. طب بركي ما عرفت تجاوب؟ بعرف. تعرف تجاوب؟ تعرف السؤال؟ ايه. ايش هو السؤال؟ ايش هو ايش بدك؟ السؤال اسألك؟ ايه. 100 زائد 100؟ 200. بدك تخيل هالعينتين، هات. هاي 200,000. الله يرزقك. 300 وفوقيهم 100؟ 400. وفوقيهم 100؟ 500. والله نكملهم على 500. وهي 300,000 صاروا نص مليون. أعطينا فروشتين الشعار. إسا 1 و3؟ 5. وفوقيهم 2؟ 7. وفوقيهم 3؟ 10. برافو عليك. هذه فروشتين مشوية تأخذهم من بركات هون على دوار الشعار. إيه. أعطينا. وهذه هدية تقولها لأمك، أنت جبت لها إياها علبة سمنة قيطاز. هذه سمنة حموية كويسة. ها؟ زينة. انت وين ساكن قلت لي؟ بالبحوث بالمقبرة. بالبحوث بالمقبرة. انطينا بوسة. وهي بوسة. يلا اسا وين تروح؟ على البيت. يلا فريرة. يلا السلام عليكم. يا ويل يا ويل يا ويل حالي أخدوا حبي وراحوا شمالي. يا مو ايش بك عم تستهسكي اليوم؟ ايش بك عم تستهسكي؟ ضحكي يمين ضحكي يسار. ايش اسمك انت؟ جودي. ايش اسمك؟ جودي. جودي. جودي؟ ايه اسمك جودي جودي؟ لا جودي بس. لا جودي حاف؟ طيب ارفعي هيك وشك شوي. جودي اين صف انت؟ تاسع. ايش؟ تاسع. لا هيك اذا صوتك واطي ودنيا وتاسع لازم تكون شخصيتك قوية. هالسنه تاسع؟ عم تدرسي؟ ها؟ ايه. اكيد؟ يعني شو بدنا نجيب مجموع؟ ان شاء الله فوق 3000. فوق 3000؟ طيب. وعد شرف، اذا بتجيبي فوق 3000 الك 1,000,000 ليرة هدية. ان شاء الله. ماشي؟ هلا ابو النور بياخذ الرقم وموعدنا بعد النجاح، جيبي فوق 3000 وبعتي له لابو النور وبتصلك 1,000,000 ليرة. اهلين يا حجي. هات لاشوف. ايش اسمك روحي؟ ابو ايش؟ ابو لطفي. ابو لطفي سمير. ابو لطفي بشعله بطفي ودائما هداه ربي هيك يجعلك دايم. الله يخليك يجعلك دايم. ايش بقى ابو لطفي؟ والله يا ابني ما هي الحياة هيك، صار لي كم سنة بروح وبجي على الوضع هذا، يعني الصبح بتجيبني بنتي بس تاخذ. هي بنتك؟ بنت ابني. بنت ابنك؟ ايه. صار لي 5-6 سنين يعني تقريبا شبه مطوع وما في ماي غير الله، بجي بس له جنب ابني، ابني بشتغل عامل قهوة. عامل قهوة. هون عامل بهذا المحل؟ ايه بشتغل عامل هون قهوة. كم ولد عندك؟ هلا عندي 4 أولاد أنا. 4 شباب كلهم؟ لا
بنات كلهم يعني ما هو ما في غير واحد وحيد عندي بس. يعني عندك شاب وحيد واربع بنات. وحيد وقاعد عندي قاعد هلا ما عنده يعني ببيته عندي عم ياكل معي بشرب معي بالبيت يعني. الله عليك بزبطك بزبطك. لا ما في شيء ولا لا هو معتمد علي يعني قاعد انا ما في شيء بالحال هل الله بقسمه عم بعد. طب البنات كلهم برا؟ البنات في وحدة برا وفي تنتين وحدة بالشام وحدة بيسألوا عليك دخول وحدة هون. والله بحكم مع أمهم بس يعني ما في حال. بس مع أمهم؟ بحالهم يعني. يعني ما بدقوا لأبوهم بياخذوا الرضا؟ ايه طبعا ما في شك يعني في حدا ما بياخذ رضا بشوفوني ايه. وبشوفهم الله يرضى عليهم. ايه والله بس يعني انه وضعهم تعبان يا دوب يمشوا اموره. ايه والله وضعهم تعبان ما في شيء. لك عراسي يا عم يا ابو لطفي. من شي شهر اجاني وقعد في الارض براسي بدي صوره لراسي فتلت يعني سالت المحسنين العالم ما احسن تجيني غير 150,000 حق مليون ورا الصوره. نعم المهم اخذوني تنتين نسوان صوروا لي اياها هيك جاء صوروا لي هذا فرفوطي كتب لي اياها وقالوا لي ايمت من الله سهل عليك يعني اعطيني نسوان. طيب ايش طلع هلا يعني طلع بهالصوره؟ طلع معي عندي اربع جلطات هون براسي وفي فتق نواه لبي في الراس. معناتها ام لطفي وضعي تعبان طويل. لا لا ام لطفي هي اللي جبت لك الجلطه. والله يا ابني ما كبر 80 سنه عمري ما شاء الله ما هم بين عليك 80 والله مواليد 5 يعني مشان ما يصير دنيا سيام يعني 67 داخل بيت مينوس. والله 45 يا ابني مواليد 45 يا ابني الحمد لله. ولطفي شد عمره؟ عم لطفي كمان مرضاني عمي 7-8 عمليات عمره بمواليد 61. انت اللي جيلته سلمناها للمخلوقة انت السبب ما بتطلع بالبيت. لا والله هيك يعني صاير الحمد لله رب العالمين. تعرفوا لهيك؟ احمد هذا مين هاي؟ احمد احمد هذا والله يا حجي ديب عينك يا سيدي ظهري. الله يجيب. انت قلت لي كم جلطه جايبي لك؟ اجاك والله عندي كنت اجيب لك انا اللي جابوا لي 400 جلطه. وينو هذا وينو هذا؟ الله يطول عمرك يا رب. مو كون هاد فهمت علي شلون؟ 12 جلطه ونص بس امبارح للامانه خلص شغله. خلص شغله خلص شغله قبل ما يقعد على التليفون 4 ساعات. الله يجازيك خير. وهاد فهمت علي شلون؟ الله لا يرويك الله لا يرويك. طبعا هذا لانك بتعرفه وما راح احكي يعني عرفته بس يعني بتعرف العائله وبتعرف تفاصيل حلو. هذا ابو النور عم بقولوا له عم ببعثوا له رفقاته امبارح عم بقولوا له ابدر ما ابدر وجهه كمان وجهه سمح وجهه سمح كويس. لا حجي بدك كزلك انت. والله هي عندي هي عيني رايحه. اذا هذا وجهه هاد قال لي هاد بقول لك ايه هذا لا وجه موسمة هي عيني. طيب. على الجلزال ريحة نصة كمان ما بشوف يا ربي دخيلك. طيب أبو لطفي واحد وواحد نين. لك أبو لطفي دائما إن شاء الله بتشعل وبتطفي بالإيمان. الله هاي 500,000 2 و2 2 و2 4 صاروا مليون. الله 4 و1 صلي على النبي. هذا من مال الله لعباد الله نحن مالنا على خيو. هاي قسيمة مواد غذائية من مول الدوحة ب 350,000 وهي كيلوين فروشتين من عند العظامية بركات وهي كيلوين على الشبكون من عند الوسيم عطينا عم بتسمي. وهي لخالتي ابن لطفي خلي مسكية اتفقناها فوق 3,000 مليون. هي قدام جدك مليون وبتصلك إذا بتجيبي فوق 3,000 هي مع أصر بتروع المدرسة لك ما مع شي أبوس قلبة يبعث لهم حتفي على بعيروكي 16 أبر كاتب للدكتورة كاتبت لها. إيه صحيح هذا الأبر هل ما عم تجيبوهم؟ والله هرمونة واحدة بس هلا بيعطينا الصيدلي. هي واحدة بالشهر بتأخذ؟ هي كل جمعة كل جمعة كل تنين وخميس الأبر جمعتين بتطول 450,000 الأبر الوحدة؟ كاتبت لها 16 أبر هي إيش اسمها الدكتورة؟ لا آخر السنة لازم يعني عطيني 500,000 يلا هاي حق أبري ماشي؟ أبر جيبيها ها؟ هونيك وين بقى ايوه واذا اجانا ان شاء الله شيء من اهل الخير كمان بتابعنا. الله يخليك يا رب بس كل واحد يطلع شغلته
هلا بعيروك يا ولي، بعت له حد في احلى من هيك حلاوه وهيك جمال؟ لك روحي ولا تردي حدا، خليكي واثقه بحالك بس، واللي عنده شيء يحطه في تمه ويضبه ويضب لسانه. الله يخليك يا سيدي، الله يخليك شيخ. سلام يا طول عمرك، بوس قلبك، بوس قلبك، انا حبيتك. هلا بدك بدك تخرب الدنيا، لا تاخذني بجيبك. الله يرضى عليك، يلا سلام عليكم. مرحبا، شلوني؟ الحمد لله. مين هاي؟ ابن اختي. ابن اختك؟ انت ايش اسمك؟ ملك الاغا. ملك الاغا؟ وين ساكنه؟ هون. انت ومين؟ نحن وماما وبابا واخواتي. نحن وماما وبابا واخواتي. اسمك ملك؟ شوفوا لي هالملك ما احلاه، ما شاء الله تبارك الرحمن بهالحجاب. وين كنتي؟ مجبوره ماما شامبو من الصيدليه. شامبون، برافو عليكي. انا صف انتي؟ سابع. صف سابع؟ ملك عرفتيني؟ مين انا؟ عمو سادي حلوة. مع ضحكي ها؟ عمو سادي حلوة. ملك يا ملك. كم اخ انتو؟ كم اخت انتو؟ احنا ثلاث بنات وصبيان وابن اختي. ابن اختك ايش عم بيعمل عنكم؟ لا ما بقى. اختي جاي لعنا. زيارة يعني؟ يعني اليوم انتو ثلاث بنات وصبيين؟ صبيين كبار صغار؟ لا، اخوي صف رابع لساته بالمدرسه ما اجى. ايوه. واخوي كبير شرعيه موهوره ما شاء الله، عم بدرس شرعيه ثانوي يعني؟ جامعه. جامعه. بسم الله ما شاء الله. وانت اصغر اخواتك البنات؟ لا. والاكبر اشاد عمره؟ الاكبر مني عمره 16. والاكبر متجوزه؟ هي عنكم اليوم ما تفطر عنكم؟ ما بعرف. ايش اسمه ابن اختك؟ محمد. تعطيك الجواب هيك ايش بك؟ لا، في 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 شلية لازم اعرفها. محمد. طيب يا ملك، واحد زائد واحد اثنين. انا بتعرفي ماشي بالسياره شفت بنوته حلوه هيك حيطها الحجاب غطى الصلاه وبتاخد العقل، بفتخر فيها. واحد وواحد اثنين. هاي 300,000 لك. تسلم. هدول لك ها. ماشي. هلا بقى 2 و2 4. برافو عليك، صاروا نص مليون. 500,000 هدول إلك. هلا بقى ايش بتعملي؟ تقولي لهم لاهلك انا وقفني شادي حلوه او عمو شادي حلوه مثل ما قلتي. عمو بتحس حالك عمرك 50 55. طيب، وبتقولي لهم ربحت من المسابقه ورح نجيب فروج مشوي هلا اليوم نفطر ان شاء الله. تمام. انت عم بتتابعي حلقات رمضان؟ لا، ما في عنا تلفزيون في البيت. لا، برنامج عم بتتابعي شيء ولا ما في عندكم تلفزيون؟ شايلينه؟ ليش؟ لأني بابا أنا قالنا إنه في دراسة وما صرنا نتفرج. أيوة. برافو، عندكم مذاكرات وهلا فحوصة. والله أبوك ترفع له القبعة، ما ضل هيك إبهات بهالأيام. يعني أنت ما بتتابعي الناس لبعضها؟ سمعانك. أحياناً وأحياناً. أحياناً وأحياناً. تكون مو بركة تتفرج على التليفون بنشوفكم. أيوة هيك بتمدي عينك هيك بتاخذي لك سرقة. هات لأشوف. هي كلاوين الشبلبل، بتبعتي قبطولة بوكي أو أخوك يجيبه من عند الوسيم ملعب بالبلدي. وهي فروشتين بركات العظامية. ماشي؟ ماشي. يلا على البيت فريرة. أشلك يا أنا لأبن أختك؟ لا، بطالة أنا. الله يرضى عليك، يروحي يلا. قول يا وطني قول، أنت خايف قول، ناس العمر بتوقف حدك وناس مش معقول. مرحبا. أهلا. شلونكم؟ الحمد لله. ايش تفضلي لهون، تفضلي. شايفكم عم تحوج جكني. جاي المي؟ اي والله جاي. والله كم ولد عندك؟ والله عندي 7 اولاد. ايه. عندي 2 عساكر وعندي 2 بالشغل والبنات. كم بنت؟ عندي 6 بنات. يعني ايه 7 اولاد. 4 بنات. 4 بنات. ايه، واربع صبيين. جوزك؟ وجوزي موجود؟ موجود، هو بالشغل. وهون مين في كمان؟ هون حماتي. حماتك ومين؟ انا وحماتي وجوزي واولادي. ومين كم اخ انتم هون كمان؟ نحن هون 4. ايوه. ايه، واحد توفى، احمد اخوي اللي كان يطلع علي وكان يصرف علي توفى. يا ويلي يا ويلي يا ويلي حالي. هلا
فيه الله يرحمه كان هو يطلع عليه. هو يطلع علي هلا. طب قد ايه العدد هون بالبيت كله؟ هون العدد بالبيت 10. 10؟ ايه وعندي العسكري فوق هلا اجى. ايوه طيب ايه. واحد وواحد اثنين. اعطينا اربع فريج اول شيء. اليوم جيبي لهم فروج مشوي. الله يرزقكم الى اربع فريج مشويه من عند بركات في الشعار هون على الدوار. الله يرزقكم الى يا رب. ايش اسمك انت؟ انا اسمي ختام. ايش اسمك؟ ختام. ختام؟ ايه. بنتك هي؟ ايه بنتي. ايه واحد وواحد ختام؟ اثنين. عم تروح على المدرسه؟ لا. ليش؟ لا مسجله. مسجليه؟ ايش قد عمرك البركه؟ انا عمري 10. 10 وما سجلتيها؟ سجليه مشان تعلم. يلا اعطيني 100 لختام. هي لإلك ها؟ الله يرزقك. هي لإلك. وانت ايش اسمك؟ عفراء. عفراء ايش قد عمري؟ عمري 16. ها؟ 16. 2 وواحد. 4. 2 وواحد 3 4. يلا عطشت في شايفك هالميات ودلق دلق. طيب انتو 10 هي 4 فريج. اعطيني 4 كيلوات عشب بالبول. اعطيني قسيمة مواد غذائية 2 و2 4 عشان تكون برق بجبينك ما بصير. هي مواد غذائيه من مول الدوحه بسيف الدوله ب 350,000. الله يرزقك. الله جينا بقى. انت اختك كمان هون معك؟ ايه اختي معي. هي اختك شو في عندها اولاد؟ عندها 4 اولاد. اختك واربع اولاد. اختي 4 اولاد. وانت وسبع اولاد. انا 7 اولاد. وانتو هالخوات تنتين كان يطلع عليك؟ كان يطلع علينا اخي المرحوم. ايوه وهلا الله يرزقه كمان هو طلع علي بيرك معي علاء. كمان هون. طيب ايه؟ طلع علي طلع علي. 2 و2 4. ليه ما خلص خالص يعني ما مخرج ياخذ دور المذيع المسؤول الامداد اللوجستي المشرف العام بده يدخل كلهم كلهم. انا ما بدي دور خلص. انا بروح بحط حالي بقعد في البيت خلص. ام ايش بقولوا لك؟ ام محمد ادعي لي دعوة عليهم. عليهم الله يوفقهم ويحن عليهم يا رب. عليهم حرام مو لهم. حرام الله يصلحهم. طيب الله يصلحهم ويحن. ما بنصلحوا اذا منقدن. هات اعطيني مليون. هاي مليون. الله يرزقكم إليه. لألك الله يرزقكم يا رب. 2 و2 4 مليون لأخته. شو قلتي لي الله يصلحون؟ الله والله إذا من أدن 400 أدن ما بنصلحوا. هاي المليون لأختك. الله يرزقكم إليه يا رب. 500 ألف بقي. 2 و2 4 هاي لأولاد أخوكي اللي عبطلع عليكي من بعد المرحوم. الله يرزقكم إليه. 500 ألف إذا صار إجماني مليونين ونص. واليوم بتجيب الإفطار ها؟ مو تأجي يعني لا اليوم بدي. إيش عامل اليوم مع الإفطار؟ والله كنت سايله مجدره الرز. هلا بلا مجدره الرز حطي لي على طرف. اليوم بدنا فريريج. الله يرزقكم الى الشعار تبعتي. الله يرزقكم الى يا رب. بدك شيء حلوه؟ سلامة قلبكم. الله يرزقكم. يلا سلام عليكم. سلامي الله معكم. لا صحيح والله ها بستاهل. سامحتك سامحت ذكرني بالسمنه. 2 و2 4 هي سمنه قيطاس حمويه هيك. الله يرزقكم الى يا رب. يلا سلام عليكم. تعالوا لاشوف. تفضل. انتوا الاربعة. ايه. قربوا لاشوف. هون. وين موظفات؟ وين عم ندرس جامعة. طلاب جامعة؟ ايه. انت شو عم تدرسي؟ علم اجتماع سنة تالتة. وانت؟ هندسي حيوي. اين سنة؟ خامسة. خامسة. وانت؟ مدرسة. اين سنة؟ أولى. أولى. وانت؟ علم اجتماع سنة تالتة. طيب كل وحدة من ديرة بالجامعة، شلون لافين على بعض؟ قريبين. هي اختي. هي اختي. هي بنت خالة. بنت خالة. بنت حماي. وانت من وين؟ من نبول. من نعم. بنت حماكي؟ ايه. يعني ما شاء الله انت متزوجة وعم تتابعي تعليمي. لا خطبة لسه. خطبة. ايه. ايوة. بتحبي؟ جواب نهائي. الله يجعلكم دايمين. بس. وين كنتوا طيب؟ عم نشتري مكياج مشان العرس. يعني تشاهد العرس. ايه ما تلعرس ليش ان شاء الله؟ على العيد. على العيد؟ ايوه وشلون الجامعه؟ طب ليش خجلانه؟ منيحه. في احلى في احلى هيك من هيك وجوه. الله يجعلكم دايمين ويوفقكم يا رب. مقيمين بحلب؟ لا بنبول. اه بتطلعوا وبتنزلوا يعني. ايه. طيب اسئله مشتركه للاربعه. حيويه معهد رسم علم اجتماع. علم اجتماع. وانت يا علم اجتماع يعني علم اجتماع هيك يعني تدخلوا بنفسية ال تماما. ايوه طب تقدري كمان تحكمي من نظرة على الشخص
بتعمق فيها. بقدر بس انا ما برضى احكم على الشخص من النظره الاولى الا لا اتعرف عليه عن قرب. لا تمام، لانه هلا عندي اربعه انا بدهم اخذهم اخصائيين نفسيين مرضى يعني مريضين. عندك هداك المريض الاكبر شايفتي؟ شفته. ها لا تقولي ما من اول نظره مبين ابن حلال. مبين ابن حلال. لا والله اي مبين ابن حلال. كلهم ابن حلال. كلهم ابن حلال. جواب نهائي. واحد وواحد. اثنين. لك الله يحفظ لي هالاربعه. اعطينا 300 300,000 300,000 300,000 300,000. طيب يعني هلا انتو عندكم بيوت بحلب كذا، معناتها هلا اذا بدنا نعمل افطار صائم في كيف يعني تاخذوا معكم فروج من هون لنبول؟ في عنا في الضيعه، في عنا في الضيعه محلات فروج واكل. بس احنا اوكي، بس احنا متعاقدين هون مع محلات، فلذلك نحن نعوضها بمصاري مثلا. عشان انت اليوم انت متكفله بيتك، انت الرئيسه يا هيك شيء. هاي عشان تعرفي كمان انا اختصاصي مو علم اجتماع بس راسا من نظره واحده بحكم اختصاصي اعلام. طيب هلا نحن كمان معناتها رح نعوض بالماده. لا بدك شو 100 شو 100 بتضحك. فروجي حقها 200 150 الف صار. اعطينا 300 ثانيه مشان فروجتين 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 مش فيها، بس هي امانه برقبتكم ما بناكل سنتين تنتين تنتين مشان عدد. بس هتاكلي انت مو انت مو عندك امك و يلا امري لله بطعمية. ايه لمين؟ لامي. امرك لله ما شاء الله نور وايمان رضا عبشرشر شرشره بطعمية وخلص بطعمية وكلها عبشرشر شرشره. بس انا ليجي خطيبي هو بالدوام مشان اطعميه معنا كمان. خلص تصرفي انت يا مو من هلا خطيبه رقم واحد وامه لا حلو كمان. شكرا. كل عام بألف خير. وانت بألف خير. رمضان كريم. بس هلا جكر فيكي بتعرفي ايش بدي اعمل؟ بدي ابعت لها هديه خاصه لامك. قلت لها هي بعت لك اياها. اثنين بس؟ دقيقة شوي. لك ابو نور عم تاكل ظرف. لك عم تاكل ظرف، لك يخرب بيت سنتك. منيح تأكدوا صاروا ستة؟ هلا بقولوا عليها شادي حلوه نصاب. ستة. طيب هاي الهديه بتوصليها لامك هيك جكر فيكي اللي بعت لك يا شادي حلوه. وينه؟ اخ بقي لي 12 حلقه دايلي اخلص. الله يقويك. يلا وهي علبه سنة قيطاز. طيب يلا خلي يجيكي سبب. يلا امري لله امري لله. يا ابو بالتعليقات بكره دزلوا بيصيح على غيشي كل تصطفل. السلام عليكم. يا غربتي اللي ما ينفع فيها دوا إلا الحبايب والسهر في ديارنا. لا ما تبلى هاللفة الأجر على أجر. أنا معدي هيك شفت هاتنين اسمحوا لي عب النص يعني انا معدي هيك من برا قلت لهم للشباب شوفوا لي هالزهرتين اللي قاعدين مع بعض. بس الحديث كان شيق يبدو. عن ايش كنتوا عم تحكوا؟ عن بماليزيا واندونيسيا بصوموا اطول يوم صيام. وين؟ ماليزيا. أيوة. واندونيسيا. اندونيسيا اطول. أيوة. يوم صيام 22 ساعه. ايوه ونص هون 12 ساعه بنجلطوا. عم بنجلط. اخ ما تحكي معي صايم. هون اطول ايام صيام عندنا بسوريا والعراق ومصر والاردن 17 ساعه ايام الصيف. نعم. ابو ايه جنابك؟ ابو محمد. ابو محمد ايش تشتغل حضرتك ابو مصطفى؟ انا كان عندي فرن. ايه وهلا طلعنا على التقاعد. ايوه. ايه ومين عم بصرف على البيت؟ اولادي واحد بالتركية. ايوه وواحد بالدير الزور. ايوه وعندي ست بنات. ايوه والله ما بقطع. مين عم بصرف على البيت؟ يعني ببعثوا لك اولادك؟ ببعثوا لي اوقات اوقات بقصروا او حسب ظروفهم. مرضيين اولادك؟ الحمد لله الحمد لله. بنات وشباب؟ معيش تكون عندي ست بنات وصبيين. ست بنات وصبيين. ايه. الست هنن هون بسوريا؟ ثلاثة برا وثلاثة هون. دقوا لك بتطمنوا عليك؟ ايه كل نهار بحكوا مع اختهم. عندي بنت انا ماي متجوزة. ايوه بيركي معي بالبيت. ايه ايه الحمد لله. بالصيف وينها ليش؟ زوجتك وينها؟ توفت من توفت ب 93. يا جماعة الله يرحمها. بس خذوا لقطة شوي للمدارس. طبعا دوام مدارس وحسوا علي.
لك ابو يشربكم فرحوا القلب. الله يحميهم بجاه النبي. فرحوا القلب. طيب انت وين ساكن هون؟ انا هون ساكن بالموال بنايل بعدين. ايوه واحد وواحد اثنين. لك دخيل العينتين 500,000. الله يرزقكم ويعوض عليكم بالاحسن. جنابك ابو ايش؟ ابو محمد. عمي ابو محمد ايش تشتغل؟ انا هو بشتغل متقاعد. متقاعد شو كنت موظف؟ كنت موظف. وين؟ في مؤسسة المياه، اول شيء بالطبقه، بعدين انتقلنا لمؤسسة المياه. وبعدين وين ساكن جنابك؟ هو بيربي. يعني انتم رفقة حارة يعني؟ رفقة حارة ايه جيران. صلي والله نص ساعة ما صلي، لا بصلي ربع ساعة. جامع وجيت لهون. ايوه كل شيء قد تجتمعوا، كل شيء قد تحكوا هيك بكل بحكم كل نهار، كل نهارين، كل ثلاثة. ايوه حسب الطقس. كم سنة صار لكم رفقة؟ نحن هلا ما فعلنا من شيء هالسنة. هالسنة تعرفتوا على بعض؟ ايه هالسنة. ايوه هالسنة. يا سيدي الله يجعلكم دايمين يا رب. الله يحفظك ويقويكم. رفقة جامع ما في أحلى منها الرفقة. يا عيني. تعال عنا يا شادي. حديقة منفس. أبو محمد تفضل. كم ولد عندك؟ عندي 4 صبيان وبنتين. ثلاثة هون. ثلاثة في بتركيا. بدنا نحكي بصراحة. أيوة. طب بيطلعوا عليك ببعثوا لك؟ طبعا طبعا يعني شوية ايش بدنا بيبعثوا كمان بضل طبعا يعني ماشي حسب وضعهم يعني حسب. مرضيين دائما على التواصل. بس عندي واحد هون مرضيين بتواصلوا معك بدقوا لك. الحمد لله. للأمانة أنا صار لي من أول برنامج لهلا برمضان عم بزعل إنه معظم الحالات اللي عم بكون معي مشاركة بالبرنامج بالمسابقات كلهم بيقولوا لي أولادنا ما بسألوا علينا للأسف. أعوذ بالله. وهذه حالة يعني أنا هي أول مرة بهالبرنامج بهذا الموسم برمضان بتفاجأ بهالحالة إنه لا بسألوا لا على أمهم ولا أبوهم ولا شيء. الله يرضى عليهم. أبو محمد إذا أولادك مرضيين، أنت عايش الآن بفضل الله على راتبك تقاعدي، بالإضافة أم محمد موجودة؟ موجودة الحمد لله. بالإضافة للشيء اللي بدعموك فيه أولادك؟ طبعا. طيب 2 و2 4 500,000. هلأ إفطار صائم من بعد أمركم، فروجتين مشويات من عند بركات العظامية، وكيلوين عالشب البول من عند الوسيم بالملعب البلدي، وهي سمنة قيطاز الله يعطيهم العافية وكلاء الشركة معنا يعني من أول البرنامج لليوم. يا الله أدامكم الله، الله يجعلكم دايمين ويديمك ويحميكم ويمد في عمركم. كتر من أمثالكم يا رب. أنتوا البركة. الله يحفظك. يلا السلام عليكم. هدول مو على أساس عم ياخذوا دروس. الأسمار اللون أسمراني تعبان يا قلب خيو أكرماني الأسمر اللون الأسمراني تعبان تعبان يا قلب خيو هواك رماني. لك متعشبق لي هالولد وراك ليقوم يطب كمان. بالعافية يا رب. ايش اسمه هاد بالحلبي؟ هذا اسمه هي طيارة. لا 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 هاد انسالي الطيارة. دراجة هي اسمه مسكليتي. ايش اسمه؟ مسكليت. لا ما شو؟ مسكليت. مسكليت بالحلبي. مسكليت. مسكليت برافو عليك. نعم. ابو ايش بقولوا لك؟ ابو محمد على المسكليت ربحت معنا 200,000. يلا بس معالي الوزير يخلص تليفونه. خيرا تعمل شرا تلقى والله العظيم قسما بالله انت يا احمد شيخ هالشيء ملك طبيعي. على المسكليت ربحت معنا 200,000. ايش تشتغل؟ ابو ايش بقولوا لك؟ ابو محمد. ابو محمد ايش تشتغل؟ بالدراجة المسكليتات. هذا مصلحتك يعني؟ مصلحتي ايه. ايوه ايش بتصلح بتبيع؟ بصلح تصليح. ايوه نعم. شو صفيان هلا هيك حقه هذا المسكليت؟ هيك شيء قريب ال 800 للمليون. مليون ورقه صار حق المسكليت؟ هيك شيء صار شوي وعلي. مليون ورقه صار حق المسكليت؟ العظيم مش بتعرفوا يا شباب قبل الازمه مليون ليره
أنا اشتريت سيارتي الزوم الثلاثة مع فراغتها بمليون ونص، كان حقها مليون ومئتين ألف، وأخذتها موديل سنتك بالألفين وسبعة لهلأ بتذكر، مليون ومئتين ألف وفراغتها 300 ألف. زوم ثلاثة 2007 هلا مسكليت مليون ورا. طيب ايش اسمك انت؟ عبد الرحمن. ايش؟ لا حبيت الاسم رجعت. ايش اسمك؟ عبد الرحمن سلطان. عبد الرحمن انت عم تروح على المدرسه؟ ها روضه. على الروضه حفظان قران؟ سمعني لاشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إيش اسمك؟ عبد الرحمن سلطان. أعطونا لعبد الرحمن 200 ألف. برافو عليك يا شطور، الله يرضى عليك. بس أنت عم تمسك منيح ورا أبوك لتقوم الطب. شوك الله يرزقك. كم ولد عندك؟ عندي ثلاثة. نعم. عبد الرحمن والفوقه محمد. ايوه. والفوقه بنوته زلفة. الكبيرة بنت زلفة. زلفة مسمية؟ زلفة ايه. ايش خطر لك سميها زلفة؟ تقرب الى الله هيك جبناها من قرية. تقرب الى الله. لا اله الا الله. الله يجعلك دائما. وين ساكن؟ ساكن بالمشهد. يعني انت بتصلح بسكليتات قد ايه بتطلع؟ عندك محل ولا بتصلح؟ لا اهجار بستأجر. ايوه بستأجر. حلو يعني. أيوة. امور نوعا ما ماشي حالك. ايوه يعني بنحاول هيك نلعب الاولاد قدر الامكان. صاروا المسليك صار سعره غالي، صار صعب. صعب المنال وصعب يطلع على البيت يبرك المسكليت. ايوه. فمن داري الولد عنا. الحمد لله. واحد وواحد اثنين. هاي 300 ألف. الله يسعدك. أعطينا القسيمتين. هاي فروشتين مشويات عظامية بركات، وهي كلاوين عالشب اللي من عند الوسيم. الله يرزقكم. هاي علبة سمنة. الله يرزقكم يا رب. لزلفة وأم زلفة. زلفة الله يجبر بخاطرك. السلام عليكم. يرزقكم يرزق الجميع يا رب. كل عام وانتم بخير. عبودي. إيش اسمك أنت؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن يلا. أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الله يحفظكم ويسلمكم. أهلا فيك يا عمي، شو أخبارك؟ الله يبارك بعمرك. أبو إيه جنابك؟ أبو سامر. وين رايحين؟ رايحين على عظمية هيك شيء. كم ولد عندكم؟ والله عنا البركة نحن 5 أولاد. إيه. وبقى الحمد لله الله يحميهم ويحميكم. الله يحميكم ويحمي الجميع إلهي، الله يبارك. مين بصرف على البيت بعد رب العالمين؟ والله انا متقاعد. ايوه باخذ يعني هلا مع الزياده الاخير كنت باخذ 200 صارت 3. ايوه. ومين بصرف على البيت؟ والله انا بالنسبه لي بالدرجه الاولى في بعض هيك ابني معلم كمان بيعطينا شوي يعني عم نمشي الحال. الحمد لله الحمد لله. من وين انتم؟ من دير الزور. والله لك عراس الدير واهل الدير كلك زور. لك هي ما اسمها دير الزور، هي اسمها دير الرجال. هي الله يسلمك. هي اسمها دير الرجال. بارك الله فيك. طيب الله يبارك. انت كنت يعني من زمان مستقر بحلب؟ مستقر بحلب من زمان. ايوه. ايوه. والان ابنك معلم هون ولا بالدير؟ معلم هون. كم بيساعدك؟ ايه. انتو كم ولد عندكم؟ خمسة. خمسة. الخمسة شو كم بنت وكم شاب؟ في شابين. في حدا برا البلد ببعث لكم شيء كذا؟ والله ما في. ما في. كلهم هم بسوريا. نعم كلهم. البنات ثلاثة وشابين. نعم. والبنات مجوزين. مجوزين يعني. يعني بس هلا انت وخالتي بالبيت لحالكم؟ لا يعني حتى ابني هذا المعلم معانا بالبيت. يعني متجوز؟ متجوز وعنده اولاد. قاعدين معكم؟ قاعدين معنا. ايش ما تنسى. ربي يجعلك دايم. كم ولد عنده؟ عنده 2 هو. يعني عدد الآن الأشخاص مع الأطفال بهذا البيت تبعك الله يجعلك دين، قد ايه عددهم؟ يعني شيء 7-8. 7-8. نعم. واحد وواحد. نبدأ بالقسائم. أول شيء الفطور اليوم علينا من بعد أمس. بارك الله فيك. هلا إفطار. إفطار صايم لو سمحت. ولا والله الدير زير كرمة والله. والكرم طلع من الدير. أنتم أكرم.
هاي فروجتين مشويات من عند بركات العظمية. الله يبارك. وكلوين على الشبين بول. لا لا من بعد أمرك. هذا أفطار صائم اسمه يعني. الله يبارك. لا تحرمين الأجر. بخيلة شي؟ لا لا. بخيلة؟ لا لا. لا عارف ها؟ لا. أهل الدير كرمة. والله أنت أكرم. أنت أكرم. عيد الأم كل عام أنتم بألف خير. أنتم بخير. علبة سمنة خيطاز هيك اليوم بخيلة الطبخة الحجي. هلا بقى واحد وواحد. نيه لك ربي يجعل دايمين هالعينتين انت والحجة. كم سنة صاركم متجوزين؟ وانتم معنا صارنا 52 سنة. 52 سنة؟ نتماني؟ لا بالله عليك الحمد لله. يعني بها 52 سنة لا تعمل ايش قد بتحطي نسبة؟ نسبة بياض ونسبة سواد؟ الأكثر أبيض. أكثر أبيض. إيه الحمد لله. والما بتذكر حلو ما بينسى المر. مو صح يا ابني. مو هيك. مو صح يا ابني. هلا جيل هلا كله إيش بتذكر؟ بتذكر بس المر. لا لا. بقولك تتذكر لا. من ست سنين لما ما خليتني أروح أعمل هيك وكون بهالست سنين عملنا العمايل. عندي عينات يا حرام عندي عينات. الله فيكم. الله يحميكم. بس ما ضل مثلكم هيك هل. الله يطول لك زو. كل حاله صعب لهلا. لا 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 والله شو بيني وبينك. ما شاء الله. لا تفكر لا تفكر هم صعبين. ايوه الو صعب معناته. لا 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 بس انت عارفاني تتعاملي كويس. 500,000 بارك الله فيك. الله يديمك. 4 و1 500,000 ثانيه للحجه. بارك الله فيكم. والنعم من الدير. الله يحفظك. وانا اعشق دير الزور. تفضلي. واهل دير الزور. انت تصرفي. طيب صار الموضوع عندك انا مالي على. بارك الله فيكم. الف شكر. عاشق الدير واهل الدير وشهامه الدير وكرم الدير والنعم من المناطق كل السوريه لكن دير الزور لها مكانه خاصه في قلبي. الله يكرمك. لانها عانت كثيرا وظلمت كثيرا. صدقت صدقت. الله يجعلها ما زالت تعاني. ان شاء الله بيمشي حالها. ان شاء الله تتحسن الظروف. الله يديمكم. فرصه سعيده. السلام عليكم. الله يديمك. كنا منقول ان الفراق ده مستحيل وكل دمع على الخدين كانت بتسيل مليانة بأمل إن إحنا نبقى موجودين في بحر الحور على الشطين. وهيك بكون وصلنا معكم لنهاية الحلقة 18 من برنامج ناس لبعضها بموسمه السابع في رمضان الخير. وهذه الحلقة مقدمة من فاعل خير سوري مقيم في مصر مغتربة من ألمانيا على روح ياسر ابن محمد علي وأيضا مقدمة على روح المرحومة إلهام بنت مراد. غدا نلتقي دائما وأبدا على المحبة والإنسانية لا جغرافيا لها. الناس لبعضها مستمر. أطيب المنى والسلام عليكم.